القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين من السلع الأساسية والمطهرات لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة. وقد تم توزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة، وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحي الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التوزيع. وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا. دايما يعني من أول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، الحمد لله رب العالمين، بنلاحظ إن هو القوات المسلحة تعتبر هي السند للمواطن المصري، والعربيات موجودة في ميادين الجمهورية كلها. واحنا بنشكر الرئيس وبنشكر القوات المسلحة على وقفتها جنب الشعب المصري وتوفير السلع ليهم دايما بصفة مستمرة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يأتي ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة لكافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.